مفاهيم تتغير بتغيرات الزمان والمكان والثقافة. الشيعة أكثرهم في إيران، ليش؟ لأنه عمر بن الخطاب كسر مخشومهم وأذلهم، يعني إمبراطورية عظيمة مثل الفرس يجون مثل ما نقول عرب أجلاف على البعران يفلشوها، وبعدين يقتلون الأشراف ويأخذون نسائهم بالآلاف يجيبوها العمر يوزعها بنات الأشراف والنبلاء، يوزع على دول الهمج ويتونسون بيهن. هذه بناك تبقى يعني سنة سنتين تروح ما تروح، مئات السنين ظل كراهية باقية. ولهذا أعدى الشيعة إيران مو أبو بكر ولا خالد وليد، عمر، دائما عمر يلعن عمر. ليش؟ ورتبوا عليه شنو؟ أنه كسر ضلع الزهرة حتى يطو في طابع ديني، ولا كسر ضلع الزهرة ولا واقعا. فالعجم حقهم مو سهلة إمبراطورية كاملة يفلشها. اسكندر ما فعل هيك، اسكندر احتل إيران كلها ورا عدة أشهر انسحب وخلاهم على دينهم. دول العرب ايش سووا بهم؟ ما خلوا أعراض، لا خلوا دمار، حتى تاج كسرى فلشوا بس بالسيوف فلشوا كل واحد قطعة. وتاج ليش تفلشه؟ ذهب ما يفتهمون هالتاج. لو هالزمان كان الأمم المتحدة والمنظمات التراث تشتكي عليهم مثل ما طالبان فلشوا بوذان، هاي أثر قديم. ما يفتهمون الآثار شنو بيش حقه جيب. فهذه أساس النظرية باختصار، ونتائج